يحيى أنجلو. من أجل جمع التبرعات للمدرسة هذا العام نطلب منكم المساعدة ببيع ورق التغليف. أعترف لكم لست مهتما بأمر بيع ورق التغليف. من يبيع كمية أكبر من ورق التغليف سيحصل على 4 تذاكر لحفل سلوبر على الجليد. أصبحت مهتما ببيع ورق التغليف. أحب سلوبر. عرض على الجليد. سنفوز بهذه التذاكر. بما أن الفائز سيحصل على 4 تذاكر لنكثف جهودنا كفريق واحد ولنسميه فريق أنجلو مثلا أو فريق شيرويد. إنه مجرد اسم يمكن تغييره. وعندما نفوز نبيع التذكرة الرابعة كتذكار لسلوبر. لنبدأ المهمة إذن. ورق التغليف. هذه فكرة جيدة. اسم الفريق؟ لا، أعني التعاون كفريق. باتر فيس، أهلا بك في فريق مانيتي. اسمي باتر فينجرز. في الحقيقة هو اسم أطلقه لا أحبه. اسمي الحقيقي جلين. صمتا يا باتر بول، لدينا مهمة ننجزها كي نفوز بتذاكر الحفل. حسنا يا رفاق، من أجل بيع الورق والفوز بالتذاكر علينا بيعه من باب إلى باب إلى باب. لماذا قلتها 3 مرات؟ لأن الأمر بهذه الأهمية. باب إلى باب إلى باب يعني سلوبر سلوبر سلوبر. صحيح. حسنا، من أين نبدأ؟ سهل، سنبدأ بالمكان المضمون. نجاح مؤكد ونتيجة حاسمة بلا شك. والدتي العزيزة. أوه، كنت أود يا عزيزي، لكننا اشترينا كمية من الفتاة الجديدة. ماذا؟ رائع، احتفظي بالباقي. فتاة رائعة. أهلا أنجلو، أليس رائعا أن نجمع التبرعات للمدرسة؟ استغلال أسرتي بهذا الشكل؟ حقا، لابد أنها نشأت في الغابة. لا مشكلة، سنتفوق عليها في بيع الورق. سنقوم بتغطية البلدة كلها. حسناً، لنهدأ. هذا الأمر سهل حله. إذن تعتقد تريسي أنها ستغلبني في منطقتي؟ حسناً، هي لا تعرف الطرق المختصرة. أنت في بلدتي الآن يا فتاة. لماذا اشتريت الورقة من تريسي؟ لقد سبقتها إلى هنا. اتصل بي على الهاتف، حجز مسبق. ألست سعيدا لأننا نساعد المدرسة؟ هذه أسماء المتقدمين. حقا، تريسي متفوقة على الجميع. لم ينتهي هذا الأمر بعد. حسنا، لقد انتهى بالفعل. حقا، أنا وحدي أهزم فرقا كثيرة مثلكم. لابد من وجود وصف لهذا الأمر. انتظروا، هناك الفوز. لم نبدأ العمل كله بعد. نصيحة البيع الأولى: قم باستدرار عطف الناس. قد تكون كاتي قاسية، لكنها في أعماقها من أرق القلوب في البلدة. ماذا تريدون؟ نبيع ورق التغليف لجمع التبرعات للمدرسة. مدرستنا ستفلس، لم يعد لدينا ضفادع نتعلم عليها التشريح. أنا أريد أن أكون طبيباً في المستقبل. أرجو أن لا أصاب بأي مرض. انتظروا، سأعبر النقود. ممتاز. نصيحة البيع الثانية: خدعة الطعم. معك الفطيرة؟ طازجة من الفرن. لذيذة. أتشتري منا؟ نعم أرغب. رائع. أنا سعيد جدا، رائحتها رائعة. أريد 5 رجاء. أنا سعيد. أين الفطيرة؟ فطيرة؟ أي فطيرة؟ لم تقرأ شيئاً عن الفطائر. لا فطيرة؟ حسناً، خذ الفطيرة. نصيحة البيع الثالثة: قم بتسليتهم. هيا. هل تريد شراء الورق؟ عليك أن تشتري الورق. نحن نحب هذا الورق. ترغب في شراء ورق التغليف؟ صاحبي، عدني أن يتوقف عن الغناء. اتفقنا. نصيحة البيع الرابعة: فتح الباب بالقدم. لماذا تغلق الباب؟ لم أقل شيئا بعد. لا أريد أي شيء. لماذا فتحت الباب من البداية؟ لا أحد يعرف. نبيع الورق كي نجمع المال لمدرستنا. حسنا، كم لفة ورق يجب أن أشتري كي ترحلون؟ 5 لفات. سأشتري لفتين. حسنا،
خدعنا. لن أشتري أي شيء. ها فزت. حقا أتطلع لحضور حفل سليبر. فريق سلوبر. عرض على الجليد. لا يهم، من يهتم؟ من يهتم؟ إنها المرة الأولى التي يقدمون عرضا فيها على الجليد. سأضربها. لماذا تريدين التذاكر؟ أنت لا تحبين فريق سليبر؟ أعني سلوبر. ربما أرغب في الفوز بها كي أمزقها أمامكم. هل هذا عجيب؟ رجاء لا تؤذيني. لم تحصلي على التذاكر بعد. ولن تفعلي. النتيجة تعادل بينك وبيننا. خرج فريق مناتي. أنت السبب. كانت لدينا خطة جيدة. اشتري ورقة تغليف أو سأحطم رأسه هنا. كان وقت رائع. بدأ يناديني باسم جلين، لكن في النهاية الغرور فرق بيننا. كان يريد أن يبيع الشوكولاتة والزهور، وأنا لم أرغب في التوسع. تشاجرنا. حسناً، وفقاً لخريطة المدينة هذه هناك شخص واحد لم نصل إليه. بالطبع، ديميان بيرست كان في معرض رسمي هنا. هل تعتقد أنه سيشتري الورق؟ أعتقد أنهم يعيشون على طعام القطة والأفكار الحمقاء. لا يهم ما يريده، سيشتريه، لأن من يبيع له الورق سيفوز بالتذاكر. لماذا قلت هذا بصوت عال؟ هيا هيا. لا داعي لرن الجرس، أنا هنا، خذوني بعيداً. ليس لدي شيء، لا أفكار، لقد كبر الطفل ومات الحلم. نحن نبيع ورق التغليف وكنا نتساءل. لا وقت لدي لأفكر في المدارس التي تحتاج إلى تمويل. أحتاج الأفكار أيها الصغار، لا إلى ورق التغليف الآن. قلت لك، لكن تحتاج إلى ورق التغليف مني أنا من أجل مشروعك الفني، صحيح؟ معقول؟ بالطبع، مشروعك الجديد الذي يعبر عن الحقيقة، الذي يضيء الشمعة في الظلام. أنا لا أتذكر. كيف كان يبدو؟ أنعشي ذاكرتي. تماماً، هذه هي فكرتي التي فكرت فيها ونسيتها إلى أن ذكرتني أنت بها. سأشتري ورق التغليف من هذه الفتاة لتحفة الفنية الجديدة. لما لا تشتريه منا؟ لا عليك، بالنظر إليه سيشتري لفة واحدة، سنبحث عن غيره. أريد 300 لفة. ماذا؟ ها هي تحفتي، اسمها عربة مغلفة بالورق. إبداعي ديميان بيرست، فنان. ليتني لم أترك مفاتيح منزلي في السيارة. سليبر سليبر سليبر، الاسم سلوبر، عرض على الجليد. أهنئك يا عزيزتي. لا 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 لا, لا. كنت أتمنى أن لا أفعل هذا، لكن سنلجأ إلى التملق الصريح. تريسي أهنئك، زيون رائع. توقف أيها الأحمق، أعرف أنك تتملقني هكذا كي أعطيك التذاكر. لنلجأ إلى الخطط البديلة. اسمعي، لست طبيبا نفسيا، لكن رغبتك في تدمير التذاكر تنبع من خوفك من أن يستمتع الآخرون بوقتهم. هذا هو ما يخيفك. لماذا؟ من يدري؟ قد يكون للأمر علاقة بطفولتك التي تعيشينها الآن. يعني هل سبق أن حضرت حفلا موسيقيا من قبل؟ حسنا، ماذا تعني؟ أنا أحب الموسيقى؟ حسنا، لا لم أذهب، لكن سأذهب إلى هذا الحفل، لهذا حصلت على التذاكر. بالطبع أحب الروك اند رول، سأذهب. لم ينجح التملق، لكن خطتنا البديلة تنجح. منعناها من تمزيق التذاكر وزرعنا فيها الرغبة في حضور الحفل أيضا. هل سيكون صاخبا؟ هذا هو الجزء الصعب، اقنعها باصطحابنا معها. لا تفعلي هذا. إذن مع من ستذهبين إلى الحفل؟ أنا. واو، ستذهبين وحدك؟ فكرة لطيفة، لكن ستشعرين بالوحدة، ستلتقين بالمبتدئين أمثالك هناك وحدهم تائهين.
يعني يمكنك الذهاب مع شخص يعرف الفريق ويعطيك فكرة سريعة عنه. تأسس في عام 2010 وهو فريق مكون من شقيقين إيدي و... نعم شكرا لولا. أو يمكنك الذهاب مع من رأى الفريق لا أعرف أكثر من 10 مرات ويعرف كل شيء عنه بالتفصيل. 11 مرة بلا عروض على الجليد؟ إن هذه حقا فرصة نادرة في تاريخ فريق سلوبر. حسنا أعرف شخصا يساعدنا على الدخول إلى الكواليس. من؟ هذا ليس مهماً الآن، يمكنك الاعتذار عن الذهاب. أعني فأنت تستمتعين كثيراً باللعب مع العنفود دائماً. حسناً سأصطحبكم معي إلى الحفل السخيف. أوه، أوه، سنذهب.